خدت قرار الحجاب. الاول كنت مذيعه في القناه الفضائيه المصريه، وبعدها مذيعه في ARC راديو وتلفزيون العرب. بعدها عيلتي بقى، مامتي وخالاتي وكلهم عايزين يطلعوا عمره وعايزيني اطلع معاهم. كان سنه 2000 بقى، كان بقى لي مذيعه بقى لي 5 سنين. فانا قلت لهم بس انا مش عايزه اطلع العمره لحسن اتحجب، يعني في دماغي موضوع الحجاب من زمان برضه. فقالوا لي لا، يعني اطلعي العمره عادي، شرط تتحجبي، دي عبادة ودي عبادة. فطلعت العمرة، بس لما طلعت بقى ما قدرتش. وانا هناك عند النبي صلى الله عليه وسلم اخدت القرار، يعني قعدت اعيط واسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، قعدت اتكلم معاه وقلت له انت زعلان مني يا رسول الله، انا في حاجات كتير مش بعملها يعني في الدين وكده، بس انا هظبط كل حاجة وهجي لك السنة الجاية، يعني هقف قدامك واحدة تانية خالص وكده. فظبطت بقى حاجات كتير في صلاتي، في صيامي، في معاملاتي، عباداتي كلها. ومن ضمن الحاجات دي كانت الحجاب، وكنت في الـ ARC وقتها. واتنقلت بقى من ARC المنوعات لـ ARC اقرأ، كنت اول مذيعة محجبة في الفضائيات يعني العربية الحمد لله.